دكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي. دكتور مدحت مساء الخير، أهلا وسهلا بك في 90 دقيقة. مساء الخير أستاذة هبة، أهلا بحضرتك وبالمشاهدين 90 دقيقة الكرام. منورنا. النهاردة في توجيهات رئاسية واضحة بأنه يعني تعظيم دور الصندوق السيادي وجذب استثمارات لمصر، صندوق مصر السيادي طبعا. إزاي تترجم هذه التوجيهات لخطة عمل، أو ده يعني إيه على أرض الواقع؟ الحقيقة دي يعني توجيهات السيد الرئيس تأتي في ظروف مهمة جدا، وأعتقد أن الصندوق السيادي كان من أهم المحاور التي وضعت في وثيقة ملكية الدولة لتفعيل اكتذاب القطاع الخاص في المشروعات التي تريد الدولة أن تتخرج منها جزئيا وأن تشارك فيها القطاع الخاص أو أن تتخرج بشكل نهائي. وبالتالي الصندوق السيادي الحقيقة برضو بيلعب دور مهم جدا في تعبئة الاستثمارات في مشروعات مختلفة، منها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الكبرى التي يعني يراد أن يتم توطينها بشكل جيد في منطقة قناة السويس الاقتصادية والمناطق الصناعية المختلفة في كل مصر. وبالتالي يجب أن يلعب الصندوق دورا محوريا في تعبئة هذه الاستثمارات، نظرا لكونه يملك الأليات ويملك المحفظة من الأراضي يمكن أن تكون في حوزته بسهولة نقلا وانتقالا سريعا من الجهات الحكومية المختلفة والجهات التي حتى من القوات المسلحة نفسها التي يعني تحدث الرئيس سابقا في أنها ستتخارج جزئيا من ملكية بعض المشروعات لصالح الجمهور من خلال البورصة. يعني نقدر نقول كده، أو اللي أنا فهماه من كلام حضرتك، أنه صندوق مصر السيادي هو أحد الأدوات المصرية في يعني مواجهة الظرف الاقتصادي الصعب دوت، أو يعني تقليل آثاره على المستوى الداخلي. بالتأكيد يعني كل الصناديق الثروات في العالم وصناديق في المنطقة العربية تحديدا يعني تستخدم لهذا الغرض، تستخدم لتعبئة الاستثمارات، تستخدم من أجل أن يعني تمارس دورا هاما تمثل فيه يعني الجانب المملوك للدولة، ولكن بشكل احترافي وبشكل مؤسسي بعيدا عن النظام القديم في الإدارة. الإدارة المحترفة في هذا الصندوق يمكنها أن يعني تفهم يعني طبيعة السوق، تفهم يعني المقومات المختلفة، تعرف آليات التمويل وطرق المختلفة، ومن ثم يعني نراهن على هذا الصندوق في أن يلعب دورا مهما في الفترة القادمة. أعتقد أن حتى الآليات الجديدة التي نبحث عنها لتمويل المشروعات في مجال الطاقة النظيفة مثلا، أنا شخصيا يعني وضعت في بعض التصورات دراسات متخصصة دورا محوريا للصندوق السيادي كالذي تلعبه الصناديق السيادية الأخرى في البلاد المجاورة ومنها المملكة العربية السعودية على سبيل المثال. دور الصندوق السيادي هنا مهم جدا في تعبئة الاستثمارات من القطاع الخاص داخل هذه المشروعات الجديدة. وهنا احنا أولوياتنا ايه؟ يعني المشروعات الخضراء او التحول الأخضر والهيدروجين الأخضر والتحول للمشاريع صديقة للبيئة، دي القطاعات اللي بتحظى بأهمية من وجهة نظر حضرتك في الفترة القادمة، ولا ايضا في مجموعة اخرى مثلا او قطاعات مختلفة ممكن التركيز عليها؟ كثير من المشروعات يعني القطاع الصناعي بالكامل مهم جدا، ولكن طبعا هناك إلاء أهمية خاصة للمشروعات الخضراء ومشروعات الطاقة المتجددة على وجه الخصوص نظرا لطبيعة الظرف. يعني الحرب الروسية الأوكرانية يعني أسفرت عن أزمة كبيرة في الطاقة في أوروبا، أسفرت عن انقطاع الغاز عن الغرب الأوروبي كله، ومن ثم هناك حاجة للصناعات كثيفة الطاقة على سبيل المثال تستخدم هذه يعني المنتجات. يعني احنا نقول نريد أن نصدر الطاقة، لكن تصدير الطاقة في الحقيقة يحتاج إلى أن يكون يعني في صناعات كثيفة للطاقة، يعني كأنك بتصدرها بقيمة مضافة، يعني لا تصدر الطاقة في شكلها الخام. لأكثر من سبب، أولا لأن البنية الأساسية لا تسمح بهذا وشيء مكلف جدا، ثانيا لأن كلما زادت القيمة المضافة زاد العائد على المواطن وزاد العائد على الدولة. هذه المشروعات التي زي مشروعات الأسمدة على سبيل المثال ومشروعات الألمنيوم ومشروعات السبائك الحديدية ومشروعات الحديد والصلب، هذه المشروعات هي التي يعني أضافت كثيرا إلى الإيرادات المصرية من الصادرات
والتي زادت بشكل كبير في المقارنة التي أعلن عنها مجلس الوزراء أمس، زادت عن 2013 بمبلغ كبير جدا، وصلت 45 مليون دولار، جانب منها صادرات بترولية صحيح، لكن الجانب السبب الأكبر في الزيادة هو الصادرات غير البترولية، خاصة من مشروعات كثيفة الطاقة والتي لدينا فيها فرصة كبيرة إذا ما استطعنا أن ننوع مصادر الطاقة وركزنا بشكل كبير على مصادر الطاقة المتجددة، ومنها الهيدروجين الأخضر اللي حضرتك تفضلت بها الآن. أيضا في توجيهات السيد الرئيس النهاردة تكلم على فكرة السيناريوهات وكيفية مواكبة التطورات الدولية وكيفية بناء سيناريوهات جيدة لمعرفة تطورات الاقتصاد. هذا ما ننادي به من زمن، أنا سعيد أن السيد الرئيس ذكره بهذا الشكل المتخصص، لأن حقيقي هناك ما يسمى بنماذج التوازن العام التي تكون في حوزة الوزارات المتخصصة، وهنا هي وزارة التخطيط. نموذج التوازن العام ده يضع الاقتصاد كاملا أمام الوزارة من أجل التخطيط، يعني يحط الانبوت اوتبوت أو مصفوفة المدخلات والمخرجات للاقتصاد كله، وتضع السيناريوهات المختلفة التي تمكنها من التنبؤ بمستقبل الناتج المحلي الإجمالي في ظل مثلا نقص أسعار الغاز، ارتفاع أسعار الكهرباء، أي سيناريوهات ممكنة. وبالتالي هذا الطلب الرئاسي طلب غاية في التخصص، وطلب مهم جدا واقتصادي جدا وفي التوقيت السليم، وكنت أنادي به الحقيقة من فترة، وأحمد الله أنه جاء من رأس الدولة والمسائل السياسية لمن هو مختص بذلك، وهو وزارة التخطيط، وخصوصا أنه يعني بيطلب الاطلاع على خطة 2023 كلها بالنسبة للصندوق، هيعمل إيه، يستثمر في إيه، إيه خطط الجذب الاستثمارات الأجنبية أو حتى القطاع الخاص. طب بمناسبة ما كنا بنتكلم عن مسألة الطاقة المتجددة، عارف يا دكتور دايما كان في يعني اقتناع عام أو نظرة كده ثابتة وراسخة بأنه مشاريع الطاقة المتجددة صحيح هي بتحفظ البيئة أو بتحمي البيئة، لكنها غير مجدية اقتصاديا أو هي مشروع خاسر. أعتقد أنه الآن تغيرت هذه النظرة تماما، الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة قد يكون خيار آمن وفي نفس الوقت خيار مربح. بالتأكيد هو مجدي اقتصاديا ومجدي اجتماعيا، يعني حتى في علم الاقتصاد كنا ندرس ما يسمى بالجدوى الاجتماعية، هناك جدوى اجتماعية وبيئية وهناك جدوى اقتصادية كبيرة جدا، لأن زي ما حضرتك تفضلتي التطور التكنولوجي الكبير جعل من هذه المشروعات مشروعات مربحة، لأن حتى سعر على سبيل المثال مثلا توليد الطاقة الشمسية، سعر كيلو وات دلوقتي نزل في بعض المشروعات المطروحة في السعودية تحت الاثنين سنت، بينما احنا كنا بنتكلم 3 سنت كويس قوي، لكن دلوقتي هو تحت الاثنين سنت للكيلو وات ساعة. ده معناها ان احنا وصلنا الى مستويات من الجدوى الاقتصاديه، صحيح ان المشروعات دي ليها يعني وضع خاص وليها نوع من انواع السبسدي او نوع من انواع الدعم، لكن حتى لحد ما نوصل ل 3 سنت هذا مشروع جيد جدا. مشروعات الكثيفه في بندان لتوليد حوالي 15 جيجا وات، والمشروعات الاخرى التي احنا بصدد انتاجها بنتكلم على 10 جيجا كمان في المنطقه الصناعيه الجديده، كل هذا يضيف الى قوه وقدره الدوله على مواجهه تحديات الطاقه المستقبليه، لكن ايضا يولد يعني ايرادات عاليه جدا للمستثمر الخاص والمستثمر الحكومي اذا ما دخل في هذه الاستثمارات خلال الفتره القادمه ان شاء الله وتوسع فيها. الان هناك مستهدفات لم تعد رفاهيه، تحقيق مستهدفات قمم الارض المختلفه والكوب 27 والكوب 28 اللي جايه كمان في الامارات السنه الجايه، 27 هتبقى في مصر 27 يعني موجوده النهارده في نوفمبر القادم، الكوب 28 اللي هو الكوب 28 هيبقى في الامارات العربيه. المستهدفات اللي بتخرج والاهداف اللي بتخرج من هذه المؤتمرات لم تعد من قبيل الرفاهيه، لان الحقيقه تغير المناخ اصبح يتحرك بشكل سريع ومتسارع ومخيف، يعني بعض ما كان متنبأ به ان يحدث في 2050 بدا يحدث في 2022، ده شيء مقلق للغايه. فده معناه ان احنا ما بقاش عندنا رفاهيه ان ننتظر كثيرا، وبالتالي مراعاه المناخ اصبح له عائد كبير جدا وعائد اقتصادي الى جانب عائده الاجتماعي والبيئي. طيب وده كمان بيقودني مع حضرتك لفكره تانية، انه الاقتصاد المصري بالرغم من الظروف الصعبه وبالرغم من الازمات الدوليه وبالرغم من يعني الاوضاع كلها مش مساعده اي حد، حتى الدول اللي بدات في برامج الاصلاح الاقتصادي زي ده مثلا، لكن فوجئوا بهذه الصدمات وفوجئوا باوضاع عالميه الحقيقه معقده جدا ومركبه وتداعياتها تستمر لسنوات قادمه. هل نقدر نقول انه التغيير في الفكر الاقتصادي ده ممكن يبقى سبيلنا الوحيد لامتصاص الصدمات اللي احنا بنمر بيها دلوقتي في العالم؟ اشكر حضرتك، يعني سؤال غايه في التخصص، يعني فعلا يعني اثبتت الازمه الاخيره وخاصه الحرب الروسيه الاوكرانيه ان اوروبا بجلاله قدرها كانت تدير ازمات لا تدير مخاطر، يعني اداره المخاطر زي ما حضرتك عارفه انت بتدير احتمال وقوع الضرر، بينما اداره الازمه تحدث بعد وقوع الضرر. فالان اوروبا فوجئت انها كانت مركزه في طلبات في يعني
استخدامها لأهم مورد بطاقة الغاز الطبيعي من روسيا. الآن هي في مأزق لا تستطيع أن تدير الأزمة بكفاءة، وأي بديل آخر للغاز الروسي على سبيل المثال سيكون أعلى تكلفة بشكل كبير وغير مجدي اقتصاديا ولا حتى تقنيا. بينما إذا الاقتصاد المصري أثبت الحقيقة في هذه الصدمات الأخيرة، لا نريد أن نبالغ طبعا في كل الاقتصاد، هو أكيد في وضع اقتصادي صعب محدش بينكر، كل العالم تضرر، لكن إحنا الحقيقة أثبتنا قدر ما أسميه بالريزيلينس اللي هو القدرة على التعافي أو سرعة التعافي. ده ملموس في ايه؟ ملموس في انك مثلا في ايام كوفيد لم تشهد نقص حاد في سلع غذائيه، لم تشهد، كنا من اقل الدول اتصور اللي تاثرت بموضوع فيروس كورونا يعني على مستوى العالم. دي حقيقه وعلى المستوى الشخصي حضرتك اكيد لاحظتي انك عمرك ما نزلت تدوري على تشتري سلع، اختفت، وده طبعا نتيجه ان في مخزون سلعي جيد، نتيجه ان في وعي برضه تم بثه بشكل كويس، نتيجه الدور التوعوي الجيد اللي قام بيه قوى الناعمه من خلال قنوات حضرتك وبرامجك وبرامج الاخوه في مختلف المجالات، استطاعت ان تؤدي رساله جيده جدا في تخفيف الصدمه وفي تلقي الصدمه بشكل جيد. يبقى اذا نحن ادرنا المخاطر بشكل جيد قبل وقوع الازمات، استطعنا ان نخرج باقل الخسائر فيما يتعلق خصوصا بالازمات الغذائيه التي انتشرت في العالم. ازمه الطاقه اتت الينا مخففه جدا، يعني لم نشهد ارتفاعات، المانيا واوروبا عموما بتقفل المصانع، وانجلترا الانتاج كله بيتخفض دلوقتي فعلا، والانتاج بيتخفض وبيقولوا للناس انتظروا شتاء مظلما وانتظروا انقطاع الكهرباء. يعني نتمنى طبعا الخير للجميع ونتمنى ان يمروا بهذه الازمه بسلام، لكن حقيقه الامر نحن كنا من اقل الدول ضررا واستيعابا لهذه الصدمات، ونستطيع ان نقول اننا يعني خرجنا منها اقوى من الاول. وان شاء الله اللي جاي افضل. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي على طبعا المداخله وهذه القراءه يعني الاقتصاديه المتكامله.